وصلنا لأولى مساحاتنا لليوم ورح تكون مع المساحة رشا طبية ونفسية. كثير بنسمع عند أشخاص بيقولوا عندهم وسواس قهري أو خوف من شيء معين. أكيد هو اضطراب ودائما هو ما له علاقة بالمنطق. نشوف أشخاص ببالغوا بتصرفاتهم وببالغوا بمواقف بحياتهم ويحاولوا يعني هنن حرام بحسوا بيشعروا بحالهم، ولكن أحيانا بتكون في فشل بكل هدول المحاولات ليغيروا من تصرفاتهم. صحيحة رشا، والوسواس القهري بتميز بأفكار أو صور أو رغبات متكررة أو مستمرة أو غير مرغوب فيها، وهي مثيرة للقلق أو تطفلية أو اقتحامية. رح نعرف أكثر عن موضوع الوسواس القهري وأعراضه وشو الحالات يلي بتكون ومدى خطورته. كل هاي التفاصيل رح نحكيها اليوم مع الدكتورة مها كريمو، أخصائية نفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا. قد اليوم نسبة الإصابات بالوسواس القهري؟ هلا نسبة هلا يعتبر، خلينا نحكي بالبداية، الوسواس القهري هو اضطراب نفسي، هو رابع أشياء على الاضطرابات النفسية بعد الاكتئاب وسوء استخدام المواد والرهابات، بيجي بعده الاضطراب الوسواس القهري. هو مثل ما ذكرتي حضرتك بالمقدمة عبارة عن صور أو أفكار ما بيقدر يقاومها المريض، بتجي بشكل متكرر وملح، ولكن بيعرف إنه هي الأفكار هي سخيفة وتافهة وما لها معنى، ولكن هو مضطر بشكل قهري إنه هو يرضخ لهي الأفكار. طيب هلا هذا تعريف الوسواس القهري، ذكرتي انه بيكون في صور وفي تصرفات، خلينا نعطي امثله. اليوم المريض اللي عنده اضطراب وسواس قهري شو ممكن، يعني نحن كيف نقدر نعرف انه هدول الصور سببهم الوسواس القهري؟ تمام، اشياء انواع الوسواس القهري مثل ما كنا اليوم نعرف هو وسواس النظافه. وسواس النظافه ممكن نلاقي المريض اليوم عم يشكي هو، او غالبا الاهل بيقولوا انه هو قضى ساعات طويله بالحمام، روح لنا خزان المي، او هو ذوب صابونه كلها بساعتين ثلاثة، فبكون في شكاوي متكررة إما من الأهل أو هو انزعاج بيكون منه، وهو بنفس الوقت بحس حاله إنه مقهور لحتى وعم بيعاني لحتى يعمل هاي القصص. فالأفكار هاي والصور لحتى تطبق كأفكار وسواسية، المريض بحاول إنه هو يلاقي وسيلة لحتى يخفف هالانزعاج أو يخفف القلق تبعه، فبيتجه لبعض الأفعال بنسميها نحن الأفعال القهرية، وهي الأفعال بتتميز بإنه هي جدا ملحة، وبالتالي المريض ما بيقدر يقاومها، ظن منه انه اذا عمل هي الافعال رح تخفف من حده التوتر. تمام، يمكن هي الافعال عم تكون مبالغه زياده عن اللزوم لحتى يعني صحيح. عم تلفت النظر الى. طب خلينا نحكي اكثر، شو هو سبب الوسواس القهري اللي عم بيكون؟ هل هو بينشا مع الشخص ولا نتيجه تعرض لصدمه معينه او سبب ما؟ خلينا نقول انه مجموعه من العوامل، اهمها هو العامل الوراثي. العامل الوراثي بيلعب كثير دور كبير بكل الاضطرابات النفسيه عموما وباضطراب الوسواس القهري خصوصا. فمنلاقي بالعيله في عنا اضطرابات العلاقه باضطرابات القلق بالعموم او اضطراب الوسواس القهري، ممكن نلاقي الاب او الام او الخال عندهم هذا النوع من الاضطراب، ومو شرط نفس نوع الاضطراب الوسواس القهري، قد يكون نوع مختلف عنه. رح نحكي بعد شوي عن انواع الوسواس القهري. فالسبب الاول هو اسباب الوراثيه بتلعب دور، استعداد وراثي عند الشخص، بالإضافة لبعض العوامل البيئية، الشدات النفسية، الردود اللي بيتعرض لها الشخص بحياته، الضائقة المادية، بعض أساليب التعامل الوالدية من الأهل يلي قد تكون مبالغ فيها، فالطفل بيتعلمها بالنمذجة كيف يكون أنه هو عنده يطور هاي الأنماط السلوكية الوسواسية. طيب ذكرتي اليوم الضغوط النفسية هي أحد أسباب الوسواس القهري. اليوم نحن عايشين جملة من الضغوط وما في حرمان من شيء، كله موجود. اليوم الوسواس القهري أي شيء، يعني شو أكثر شيء ممكن نحن يسبب هذا الشيء، يعني عاطفيا مثلا أو اقتصاديا أو صور من الذاكرة أو من الطفولة؟ تمام، هو كل هدول بالضبط مثل ما انت ذكرتي، هو الشيء له علاقه بالاستعداد الوراثي للشخص. بالبدايه بده يكون عندنا تاهب، ليش يطلع عندنا وسواس قهري ما يطلع عندنا اكتئاب او هذا الشيء كله بيلعب دور الجينات والوراثه حتى ياهب الشخص لينصاب بوسواس قهري، بالاضافه لبعض اساليب التعامل الوالدي الخاطئ، الحرص الزائد او ممكن بعض سمات الوسواسيه اللي بيعرضوها الاهل قدام الطفل بشكل لا واعي، فهو بيتقمصها وبالتالي بيعتبرها انه هذا الشيء طبيعي وبتنشا معه وبتتطور معه. هون عم نحكي عن الاسباب. تماما، فخلينا هيك شوي نتوسع اكثر، يعني اجتماعيا. اجتماعيا اكيد اي ضائقه ماديه او تعرض الشخص لردود عاطفيه مثل ما ذكرتي، او اي مشكله بحياته، ممكن ضائقه بالشغل بالعمل، ضائقه بالتعامل مع الوسط المحيط فيه والعلاقات الاجتماعيه، ممكن انه تكون بمثابه الشراره يلي تظهر الوسواس القهري ولكن ما لها سبب المباشر. بالاضافه بيلعب دور هو بعض النواقل العصبيه الموجوده بالدماغ اللي هو حصرا هرمون
أو ناقل اسمه السيروتونين. هذا الناقل هو انخفاضه مسؤول عن تحريض بشكل مباشر هي الأفكار والصور الوسواسية اللي بتكون أبداً ما لا مفهومة ولا منطقية بالنسبة للمريض. تمام دكتورة، خلينا نحكي أكثر عن حالات اليوم موجودة أو عم تشوفيها بالمجتمع السوري عن موضوع الوسواس القهري. ذكرتي موضوع النظافة، خلينا نعطي غير النظافة وشو العلاج اللي بيكون له بهيك حالة. تمام، بالنسبة للشق الأول من السؤال، غير وساوس النظافة واللي لها علاقة بالخوف من الجراثيم، في عنا وساوس ثانية لها علاقة بالتناظر، أنه يكون الأمور متناظرة بأنه ترتيب الأشياء بشكل دقيق. هذا أحد أنواع الوسواس القهري، ويكون المريض ما له قدران يشعر بالراحة في حال كانت الكاسة مايلة شوي أو كانت الأغراض وأشياء وما لها متناظرة بالشكل اللي هو حيحسسه أنه هو مرتاح. للأسف هو بيغرق بعدد طويل من الساعات وهو عم بيحاول يرتب هاي الأشياء، ولكن ظنوا منه أنه حيوصل للراحة، ولكن هي راحة مؤقتة رح يرجع بنفس الدائرة. طيب اليوم دكتورة، كتير مننا نحن منحب هدول التفاصيل، يعني تعودنا أنه نحن اليوم كل الغرض بمكانه. فاليوم نحن عندنا هذا الوسواس او شو يعني دائما بيكون انه وسواس؟ اكيد لا، يعني اكيد لا تماما. هلا في درجات للقصة. تماما، الفاصل بالموضوع هو انه الشخص بيعرف انه ما له منطقي الشيء اللي عم يعمله، هو ما له من اساليب النظافه ولا من اساليب الترتيب الطبيعيه ولا من اساليب انه انا حياتي ما تكون عشوائيه، بالعكس تكون مرتبه. المريض هون بيكون حاسس انه هو عم يعمل شيء مبالغ فيه زايد عن اللزوم، وبنفس الوقت عم يستهلك من طاقته، عم يستهلك من وقته بشكل كبير، بالاضافه اللي بيسبب له إعاقة بحياته. يعني ممكن المريض هو عم يتأكد أنه جرة الغاز مسكرة أو لا عدة مرات، أو الباب مسكر أو لا، يرجع مثلا على يروح بركب سيارته، يطلع يوصل لنص الطريق، يرد يرجع على البيت ليتأكد أن الباب مسكر أو لا، وعدة مرات. فتكرار وتواتر هذا السلوك بالإضافة ل قديش عم يأخذ من وقته، هذا اللي بنعتبره معيار أنه فعلا الموضوع مشكلة عم تماما، لأنه هدول قصص مشتركة. ما بتوقع بهي القصة نيرمين أنك تنسي إذا أنت عملتي القصة أو لا، كلها بنمرق فيها نتيجة الضغوط معينة، بس يمكن لما تكون كتير حالة يعني أو تكرارها، يمكن هون بقى بيصير الموضوع أنه لا لازم نوقف. بس كلها بننسى مثلا أنا وين حاطة المفتاح، فتحت الباب، تركت الباب، طفيت الغاز، ما طفيت الغاز. أنا كنت عم قلها للدكتورة نحن قبل الهواء أنه أنا بعرف حدا بشكل شخصي، يعني هو توفى هو عم بيغسل إيديه بالصابون، يعني أنت إيمت ما أجيتي قاعد عم يغسل إيديه. فأهله ما بيعرفوا أنه اليوم هو أنه عنده مشكلة نفسية، فراح لموضوع أنه هو راح لموضوع الجنان بالعامية مثل ما منقول يعني. وما قدروا أنه يساعدوه حتى، يعني فاشتهر بهاي الجملة أنه هو بيضل عم يغسل إيديه دائما، هذا المنظر حاضر إيمت ما أجيتي وشفتيه هو عم يغسل إيديه. وهون عم تحكي رشا يمكن عن نقطة كتير مهمة، حالات الإهمال لها هي الوساوس او عدم متابعتها. عشان هيك بدي اسالك عن العمر اليوم اللي ممكن يظهر في هذا الوسواس، ممكن يظهر في له عمر معين، والاهمال لوين ممكن يودينا؟ هو هذا الاضطراب بيظهر باي عمر، ما في له عمر معين، ولكن شائع بعد مرحله المراهقه. شو الشق الثاني من السؤال؟ يعني اذا حاله الاهمال ما تابعنا هذا الوسواس عند مختص معين، ما بعرف اذا ممكن يتاخذ له ادويه، لوين ممكن نحن نوصل فيه؟ تمام، هلا ذكرتي نقطه مهمه هي الاهمال او انه عدم وعي الاهل والمحيطين بالشخص انه هذا الشيء مو بارادته وهو فعلا عم يشعر بمعاناه. فلما نحن نكون داعمين وواقفين بصف المريض بدل ما نكون ضده وعم نحاول انه بس نقول له حاجه وبس ووقف وهذا الشيء عم تعمله جنان، بالعكس انه نحن نرشده لاختصاصي نفسي لحتى يقدر يشوف كيف طبيعه الاعراض عم بتكون وكيف يقدر يتدخل بشكل فعال لحتى نساعد المريض لحتى يوقف هاي التصرفات او يحد منها بقدر الامكان. فبيكون التدخل بشقين، علاج قد يكون بعد التقييم وناخذ القصه السريريه للمريض، قد يكون بده تدخل دوائي بالاضافه لجلسات علاج المعرفي السلوكي لا بها حالات الاضطراب الوسواس القهري. تمام، اليوم شخصيه الانسان اللي عنده وسواس قهري كشخصيه شوفوا او ان من خلالك ومن خلال مجالك وعم تشوفي انت حالات كثير، هل هو انسان عدواني؟ هل هو انسان انعزالي؟ كيف بيكون هذا الانسان؟ الوسواس القهري طبيعه الوسواس لما بيجي لعنا الشخص بيجي لعنا بعد معاناه طويله من المرض، فبيجي لعنا تعبان، بيجي عنده اعراض، بيجي على اخر محطه، بيجي على اخر يعني. محطه انا جربت كل شيء والشيوخ وجربت اعمل شو من كان بس ما مشي الحال. فبيجي تعبان كثير، مستنزف، غالبا ما بيجي بيور انه هو بس وسواس قهري، بيجي معه اعراض اكتئاب شديد، بيجي ممكن يوصل لافكار انتحاريه، بيكون عنده عزله شديده، بيكون عنده كثير مشاكل ثانيه، قد يترافق مع اضطرابات ثانيه من القلق. فبيجي لعنا المريض كتير تعبان، فهذا الشيء اللي بيخلينا نحن نحدد طبيعة التدخل. تمام دكتورة، كمان بدي أسألك عن موضوع ذكرتي هيك سريعا بحديثك، وسواس قهري بما يخص موضوع القلق، يعني بتلاقي أشخاص ما بيعرفوا يستمتعوا أبدا بالدقيقة،
حتى لو صارت معهم شغلات حلوة دائما بيحسبوا للمستقبل أو بيرجعوا للماضي. بالوقت الحاضر ما بيعرفوا يستمتعوا بهي اللحظة، بيقول لك ما بقدر غير ما أفكر وكون الآن. كمان هدول الأشخاص كيف ممكن يعني نقدر مثلا نساعدهم، أو كيف مثلا ممكن هنا يمسكوا الطريق الصحيح ليوصلوا لحالة من التوازن النفسي؟ تمام. هلا اضطرابات القلق هي فعلا من يعني بيستنتج عنا او بيتفرع عنا اضطرابات الوسواس القهري، بس بحالات اضطرابات القلق بيكون الشخص فعلا مثل ما ذكرتي هو اكلان هم المستقبل كثير، مو عايش اللحظه، فهو لا بالماضي ولا بالحاضر، هو عايش على التذبذب هذا. فنحن بنحاول انه ننصح الشخص حتى ما يوصل لمرحله الاضطراب انه يعيش نمط حياه صحي، يحاول يعمل كنترول على افكاره، ما يحاول انه هو يعيش بس على 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 امل انه يكون مستقبل منيح او شو راح يصير من شغلات افكار كارثيه، لانه غالبا الشخص اللي عنده اضطرابات القلق بيكون عنده بيسيطر على نمط تفكيره التفكير الكارثي والتفكير السلبي، يعني حالات الطوارئ، دائما عايش على وضع صحيح. الطوارئ ما له عايش على الوضع الطبيعي. فبنحاول نرجعه ل يعني بالتكنيكس اللي بنستخدمه انه نرجعه على على تقنيه انه هنا والان، انه انت عيش اللحظه، حاول انك انت ما تفكر ببعدين شو راح يصير، وحاول انه نحن بنشتغل معه طبعا على تقنيات معرفيه كيف انه هو يعدل البنيه الفكريه لما تكون يعني ما يعني يعيش بدل من وضع الطوارئ على وضع الامن يعني هو الطبيعي. قد ايه في اليوم اشخاص وحالات بتفكر بالانتحار بالوسواس القهري؟ واليوم من خلال مركزكم ومن خلال عملك قد ايه نسبه كانت النجاح انه تساعدوا الاشخاص؟ وهل اليوم الوسواس القهري له علاج نهائي؟ يعني اليوم هذا الشخص ممكن يرجع لحياته الطبيعيه ويتخلص من كل المهدئات ان كان او الادويه او اي شيء بحياته بخص الوسواس القهري؟ تمام. هذا الشيء طبعا بيختلف من شخص لاخر، يعني حسب طبيعه الشخص وحسب طبيعه الاضطراب بحد ذاته، حسب طبيعه الاشخاص المحيطين فيه والبيئه، هل حتكون بيئه داعمه او لا. في كثير عوامل بتلعب دور هون لحتى نقدر نحدد قديش المقال المرض، خلينا نقول هل هو مزمن رح يكمل معه كل حياته، هل هو حيشفى، حيشفى بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي. هذا كله بيحدده طبيعه شده الاعراض وطبيعه الشخص بحد ذاته قديه هو قدران يساعد حاله. تمام تمام. يعني بالختام بنتمنى السلامة الصحية للكل، لكل الأشخاص سواء معنا وسواس قهري أو الكل، نعرف ضغوط الحياة وظروفها قديش صعبة وقديش نحن لازم نكون أطباء نفسنا ونخفف عن حالنا قد ما بنقدر، وإذا فينا عنا المحيط بيكون كتير منيح. نشكرك كتير لوجودك معنا الدكتورة مها كريم وأخصائية نفسية. شكرا لكم. شكرا دكتورة لحضرتك، وإن شاء الله هيك تكون معلومات حلوة اليوم استفادت منها كل الناس. بنرجع بنقول اليوم ما نوعيب نحن وقت بنواجه مرضنا، كلنا عنا مشاكل، كلنا عندنا وسواس ولكن متدرج بالمستويات. شكرا لك وصباحك حلو على طول. شكرا لكم، بألف خير وصحة نفسية.